في مدينة الناصرة وبحضور عدد من المطارنة والآباء الكهنة والراهبات وحشدا كبيرا من الضيوف، احتفل في مركز القديس أنطون بافتتاح المسابقة السابعة لمعرفة الكتاب المقدس، والتي نظمت بالتعاون مع نادي عائلة البشارة اللاتين وتحت رعاية البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة وبطريركية الروم الأرثوذكس ومطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية حيفا للموارنة ومطرانية القدس الأسقفية الإنجيلية ومجلس الكنائس العالمي ومكتب المدارس الكاثوليكية ودار الكتاب المقدس الناصرة. وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة 322 مشتركاً من كافة الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية. التزاماً بتعليمات مجلس الكنائس في الأرض المقدسة، أعدت كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت لحم زينة مختلفة لعيد الميلاد لهذا العام، وذلك باستخدام الأنقاض بدلاً من شجرة عيد الميلاد، بعد أن امتنعت الكنائس في الأرض المقدسة عن الأنشطة الاحتفالية بسبب الأوضاع الراهنة، فاقتصرت احتفالات عيد الميلاد لهذا العام على الصلوات والطقوس الدينية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من قلب الألم سيولد الأمل، ومن قلب الدمار ستولد حياة جديدة. هكذا تحتفل الكنائس بعيد ميلاد ملك المجد تضامنا مع غزة في ظل الحرب والظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي المقدسة، حيث أعلنت الكنائس في فلسطين اقتصار الاحتفالات على الصلوات تضامنا وحدادا على أرواح الشهداء. كاميرا نورسات تواجدت في كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في وسط مدينة الميلاد، حيث كان لنا لقاء مع القسيس الدكتور منذر إسحاق راعي الكنيسة ليحدثنا عن هذه المغارة التي تمثل الواقع في غزة والأراضي المقدسة. هي سنة تختلف عن باقي السنين، سنة فيها رسالة تضامن مع الموجوعين والمتألمين والمقهورين والجائعين. فكرة المغارة أتت من خلال الأسابيع الماضية، وإحنا بنشاهد على التلفاز مشاهد الألم، مشاهد الموت في غزة، والأطفال اللي تنتشل من تحت الأنقاض بشكل يومي. نتألم على هذه المشاهد، ويمكن كنا نسأل أين الله في وسط هذا الألم؟ والله يتضامن مع الإنسان المتألم. صرخة أين الله، إلهي إلهي لماذا تركتني، هي ذات الصرخة اللي صرخها يسوع على الصليب. من هون أجت الفكرة أنه نعم الله يتضامن معنا في ألمنا، الله تحت الأنقاض. شاركنا هاي الفكرة في كنيستنا. وثم لما أجا وقت الميلاد، وقت الأدفنت، أكيد ما راح يكون في شجرة، وهذا الموقع تحديدا في كل عام إحنا بكون شجرة ميلاد. هذه السنة مستحيل أن نحتفل في ظل ما يحصل من حرب إبادة على أهلنا في غزة، وصعب إنه ما في نفسية للاحتفال. وفكرنا كيف نجسد معنى الميلاد بشكله الحقيقي، بمعناه الحقيقي، في كنيستنا من خلال المغارة. الرسالة للعالم من خلال هذه المغارة هي أنه هذا للأسف واقع الحياة في فلسطين، هكذا هو شكل الميلاد في فلسطين. أطفال تقتل، بيوت تهدم، وعائلات تشرد، وبينما العالم يحتفل في كل العالم بطرق مختلفة، بإضاءة الشجر، بالزينة، وبالاحتفال بالهدايا وسانتا كلوز وما شابه، في فلسطين هذا هو شكل الميلاد. في فلسطين هناك الموت والدمار، ولعلها تكون رسالة للعالم في حاجتنا للعدل والسلام، ولعلها تكون رسالة للعالم إنه إحنا بنصلي لنهاية حرب الإبادة في غزة. مجد السماء بيقول الروح
أنا أرى في هذه الأحوال فرصة كي نكتشف معنى الميلاد الحقيقي، فرصة كي ننظر إلى الطفل يسوع كقلب ورسالة الميلاد. إحنا للأسف تحول الميلاد لعنا إلى احتفالات، حتى إلى أمور تجارية، وضاع معناه كثير مرات. هاي السنة تركيزنا هو فقط على يسوع. هذا المشهد غير بعيد أبدا عن معنى الميلاد. لما ولد يسوع، ولد في بيئة استعمار واحتلال لأرضنا. عند ولادة يسوع كان في مجزرة بحق الأطفال. عند ولادة يسوع العائلة المقدسة نجت من هذه المجزرة بأنها لجأت إلى مصر، أصبحوا لاجئين في مصر، وكأنه التاريخ يكرر نفسه. بميلاد الطفل يسوع له المجد، وبحضور الصلوات من كل الكنائس لتتعالى وتصل السماء، لأن الله يتضامن مع المتألمين. ففي هذه المغارة رسالة للعالم، هي رسالة بولادة طفل المغارة في واقع تعيشه غزة والأراضي المقدسة. ليكن زمن الأدفنت وزمن الميلاد هذا العام زمن صلاة. الصلاة من أهم الأمور اللي بنقدر اليوم نقوم فيها، أن نتوجه إلى الله. في هذه الأيام تشجعت من رسالة من الإنجيل، لما يسوع علمنا عن أهمية الصلاة بإعطاء مثل عن أرملة وقاضي الظلم. وهذه الأرملة ظلمت وطلبت، لكن قاضي الظلم لم ينصفها، لكنها أصرت. وبيحكي لنا يسوع لأنها أزعجت قاضي الظلم في النهاية أنصفها. وعلمنا يسوع فكان بالحري أبوكم السماوي. فيمكن هذا الزمن إحنا بحاجة إنه نثابر ونصمد ونصلي أكثر من أي وقت تاني، حتى نأخذ اللي بدنا إياه. إذا فعلا نؤمن إنه الله هو إله العدل، إذا فعلا نؤمن، وهذا إيماننا، إنه كل طفل يقتل، كل بريء يقتل، كل إنسان يقتل هو على صورة الله، وكل طفل يقتل بنشوف فيه صورة المسيح مثل ما عملنا في هذا، في هاي المغارة. إذا فعلا هذا إيماننا، معناته لازم نصلي أكثر، وإذا صلينا أكثر رح نعمل أكثر. الشيء اللي بيشغلنا بالصلاة هو الشيء اللي رح نعمل ونحط كل جهدنا من أجله. فلعل هذا الزمن يكون زمن صلاة، زمن تكريس، اللي فيه نستخدم هذا المصطلح اللي علمنا إياه يسوع، نزعج الله بصلاتنا حتى ننال ما نريد، وهو نهاية هذه الحرب، هذا القتل، هذا الدمار في غزة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية بيت لحم. جاي يسوع رب العيد بعرس السماوات.